من أسئلة الكتاب Problem 20، مدينا inequality 3x plus 4y greater than 24 في البارت A، طالب graph the set of points that satisfy the inequality، وفي البارت B graph the set of points that do not satisfy the inequality. نكتب الانيكواليتي as an equation 3x plus 4y equals 24. نفصل ال y term لوحده في left side، يبقى negative 3x plus 24 نقسم على 4 عشان نخلي الكوفيشنت لل y term ب 1، يبقى y equals negative 3 over 4x plus 6. نوجد 2 points و1 مثلا more point for checking. ال x ب 0 يبقى ال y negative 3 over 4 plus 6 يعني 6، ده ال y intercept. لو 4 ناخد multiples of 4 عشان يسهل الحسابات، طبعا هنا ب 0 وهنا ب 4 plus 6 يعني negative 3 plus 6 equals 3. ولو نيجاتيف 4 ايضا الحسبة تبقى سهلة، يبقى 3 plus 6 equals 9. عندنا 3 points 0 مع 6 نيجاتيف 4 مع 9 و 4 مع 3. طبعا مفيش عندنا equals، وبالتالي هنوصل بداش دي لاين بين الثري بوينتس. الزيرو والزيرو نقطة مش موجودة على اللاين، فممكن نعمل بيها تشيك هي الاوريجن. ثري تايمز 0 اللي هي 3x plus 4 times 0 اللي هي 4y equals 0. هل greater than 24؟ طبعا الكلام ده false، وبالتالي الزيرو والزيرو اللي موجود في اللور هاف بلين مش معانا. select the upper half plane، الكلام ده في البارت A اللي هو الفيسابل ريجن. يبقى نيجي على الفيسابل ريجن ونظلله ونكتب عليه ان ده هو الفيسابل ريجن، والعكس هيكون في البارت بي اللي هو الانفيسابل ريجن. هكتب هنا فيسابل ريجن، لان الزيرو والزيرو في الانفيسابل ريجن. نفس الثري بوينتس اللي هم 4 مع 3، 0 مع 6، نيجاتيف 4 مع 9. المرة دي نوصل بسوليد لاينز، سوليد لاين بينهم. السوليد لاين لأن النقاط اللي عليه في الانفيسابل ريجن. ونظلل دي معناها ان النقاط على اللاين مع كل التظليل ده يقع في المنطقة التي لا تحقق الانيكواليتي. ونكتب عليها انفيسابل ريجن. يبقى الفيسابل ريجن النقاط اللي على اللاين مش معانا، النقاط اللي فوق اللاين اللي هي في الابر هاف بلين. اللور هاف بلين بما فيها النقاط الموجودة على اللاين تتبع الانفيسابل ريجن.